أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من خلال برنامجنا خبرياتنا بلا حدود. برحب فيكم أنا لوريس حراني من جديد مع أجمل المواقف الطريفة وما وراء الكواليس من برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. كان عندي فضول أعرف المشتركين إذا طلعوا هذا الأسبوع من البرنامج شو رح يكون رد فعلهم. يبغالي أدور على وظيفة وظيفة وظيفة. كارثة كارثة. ما بقدر كفي. اول حاجه اخش اغسل وش. عادي كفي حياتي عادي. عادي بعد بقرا كتب. اعتقد هذا شيء ايجابي يعني اللي راح اقعد ويا اهلي اشوفهم اكثر اتعرف عليهم اكثر. بس بالنهايه هاي لعبه. هلا صارت المنافسه قويه بين المشتركين وانا اكيد بتمنى لكم كل التوفيق سواء كان داخل البرنامج او خارجه. ورجعت سألت المشتركين مين ممكن يكون الشخص الأضعف بالمنافسة وكان الرد خلينا نتابع سوا. مجموعة من السابقين هنا هو عبد الرحمن إبراهيم الكوري راشد سارة لا ما فيني سامي مارلين نور الدين الشيخلي ماني مصدومة ربما محمود أشرف مانيش متفكرة لا أنا ما بكرهش حد بصراحة لا أنا ما كرهت واحدة إنسان أحب كل الناس وأزرع الخير في كل مكان كزاهد أخوي زياد أخوي زياد أخوي زياد اللي خلينا أخوات اللي خلينا أصحاب وهسأل عليك وتسأل علي من الفيديوهات الأضعف يمكن فيديو سامر فيديو محمود ما كتير لفتوني ممكن جنان هي أضعف فيديو لأن شوي الأدت اللي كان فيه مشاكل ممكن هو يكون أضعف فيديو الفيديو اللي حسيته أضعف فيديو سامر وسمر حسيت إن يعني ما خوفوني أضعف فيديو لهالأسبوع حسب رأيي هو الفيديو تاع راشد لأنه نظن اللي يخدم حاجة عادية عادية تحت العادية أنا حاسس إن أنا احتمال أنزل مرحلة الخطر مش عارف ليه وهيكون معايا يا إما سامر يا إما جنان أتخيل اللي راح تكون منطقة الخطر هي جنان الفيديو مالتها صح تطور عن الفيديوهات القديمة بس يشبههم كلش أنا أتوقع إنه سامر هو صاحب أضعف فيديو هذا الأسبوع مش لأنه جهده أقل أو أي شيء ولكن عشان لا يزال فيه مشكلة الجدية رولا المشتركة عن فئة الغناء والموسيقى للأسف غادرت البرنامج فحبيت أسأل المشتركين ولجنة الحكم عن رد فعلهم لو شو ما كانت النتيجة أنا مبسوطة من الشيء اللي عملته خاصة أنه هذا الشيء طلع أخذ تعب وجهد كتير أكتر من أنه أنا أصور ومنتج والله ارتباك يعني مرتبكين عطانا بموقف محرج يعني الصراحه مؤثر جدا وانا مش عارفه اتكلم يعني الفيديو بيستحق خلاص تعودنا صرت من حياتنا اليوميه فما بقى بس لازم انوه انه رولا كانت كتير كتير محبوبه ما كتير راضيانه عن النتيجه الصراحه توقعت اكثر بكثير تعليق فايه هيك شوي صغيره انه متوقعين لا يعني ان شاء الله خير يعني كنت عم حاول اقنع حالي انه هو مهضوم بس غير هيك ما بيعني لي شيء بس ما توقعت انه لهالدرجه يكون سيء يعني ما بعمل شيء بالعكس بنبسط برتاح شوي بقول سبحان اللي ريح وارتاح كمل نعيش ونسافر حس انه حس النيه الحسن صراحة أنا ما عندي تعليق ما بعرف شو أحكي كنت مفكرة إنه رولا كانت محبوبة كتير بالبرنامج بس أكيد بنتمنى لك كل التوفيق ومسيرة فنية زاهرة عادي 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 كفي حياتي عادي عجني لا جرحي أنا عجني لا جرحي أنا لا أنا مجروح Thank you.
كلنا بنعرف انه عيد الام خلص من فتره، بس الشيء الاكيد اللي كلنا بنتفق عليه انه كل يوم بحياتنا هو المفروض يكون عيد للام، لانه الام كلمه صغيره وحروفها قليله بس بتحتوي على اكبر المعاني للحب، الحنان، العطاء والتضحيه كمان. وحب الام لا يا شيخ ابدا. ماما حبيبة قلبي كثير اشتقت لك. فيديو واحد ما بيقدر يعبر عن شكري وعن حبي وعن كل شيء. ماما أنا أشكرك على كل شيء تعبتي بي وياي. صحيح أنا ماني معك بعيد الأم بس قلبي وروحي كلهم معك. خلي لي إياك يا رب. أمي إن شاء الله تكون بخير، وحشتيني مرة وأتمنى أشوفك يعني في أقرب فرصة صراحة. والله العظيم والله العظيم بيجي عليها وقت كتير قوي، بتمنى ان انا اخرج من البرنامج. السبب الرئيسي هو ان انا عشان ارجع اكون معاك، لان بجد بجد انتي وحشتيني جدا. ماما يا احلى ماما بحياتي، يا توأم روحي، يا سندي، يا دعمي بالحياة. كتير 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 بحبك، مع انه اوقات ما بين لك هيدا الشيء، بس عن جد كتير بحبك. امي غير، لانه امي هي رفيقتي، بنتي وامي بنفس الوقت، هي كل شيء، هي نص الدنيا والدنيا كلها بالنسبة لي. هي أمي، هي زوجتي، هي حبيبتي، وهي أحلى وحدة، هي حلوة. بون زامي قلت لك من كامل وجدتي على جنة كنا صغار، حبيت تقول لك يعطيك الصحة وانت هي القدوة تاعي. معك كثير غالين علي، دياكي ما تبكي، ما في شيء بيبكي. أكثر شيء أحبه فيكي هو طيبتك، روحك المرحة، هو كيف دائماً بتحبي الحياة؟ أني كتير كتير قوية، تدعمينا وعم تعطينا معنويات. بعد الوالد انتصرتي الأم والأبو وكل شيء، تستاهلين يسولك تمثال من ذهب. لو أنت سندي ودعمي، عزبتك كتير وبحبك كتير ونحبك بزاف. حبك قد الدنيا، أكثر من الدنيا. كل عام وأنت بألف ألف ألف خير. أنا صناعت إليك أنت. بعتذر منك إذا شي مرة زعلتك بشي. مام أنا كتير بحبك. كل عام وأنت بخير، يا أحسن أم في العالم. حبايبي يا حبيبي، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة. لو أنت موجود الحين مسكت راسك ويدك، وشكرا لك ماما. بنهاية حلقتنا لليوم اسمحوا لي أوجه تحية لكل المشاركين اللي غادرونا من برنامج نجوم بلا حدود. مشاركتكم ووجودكم في نجوم بلا حدود كان إضافة كتير حلوة للبرنامج، وكل واحد منكم ترك بصمة كتير حلوة وراء. بنتمنى لكم كل التوفيق. وهذه كانت نهاية حلقتنا لليوم، ما تنسوا تتابعوني بنفس الموعد. تصبحوا على ألف خير.